وعز الشرق أوله دمشق. تحت هذا الشعار تقام فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ60 بمشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية وضمن فعاليات اقتصادية وفنية عديدة. أكيد زينب، امبارح كان حفل الافتتاح الرسمي، ولحتى نحكي أكثر عن الجانب التنظيمي للمعرض بيصيرنا نرحب معنا لليوم بالسيد محمد نذير الحفار، عضو لجنة المعارض غرفة تجارة دمشق. صباح الخير، يسعد أهلا صباحك. وسهلا صباح فيك. سعد الخير. صباح وكل مبروك. عام وأنت بألف خير بمناسبة افتتاح انت معرض بألف دمشق ألف خير يا الدولي رب. بدورته الـ60. يعني امبارح كان يوم الافتتاح. أستاذ نذير، تحكي لنا بمشاركة عربية وأجنبية واسعة، خلينا نحكي عن هذا اليوم كيف كان؟ يوم فرح إعلان مصر. العام الماضي بالدورة 59 كان انطلاقة المعرض بأجزاء من ريف دمشق لم تحرر. اليوم دمشق وريفها خالية من الإرهاب بفضل جيشنا. كانت الفرحة أكبر بحضور دولي أكثر. اليوم عندنا تقريبا ما يزيد عن 45 دولة مشاركة بهذه الدورة. أغلب الدول اللي شاركت بهذه الدورة هي من الدول اللي آمنت بنصر سوريا. حالة فرح. اليوم الجمعة رح يكون هو أول يوم للزوار، رح نشوف إن شاء الله ردود أفعال كتير حلوة، رح نشوف ردة الابتسامة لوجوه السوريين، رح نشوف الناس اللي اشتاقوا ليشوفوا هاي الأجواء. ما بننسى الناس اللي قضت سنين تحت ظلم الإرهاب والإرهابيين اللي جبروهم يكونوا بأماكنهم، اليوم رجعوا رح يكون الأخوة كلها مع بعض، كل المحافظات السورية، الضيوف، الأجانب، العرب، الأصدقاء. فحالة فرح، حالة نصر. أكيد حالة بتعكس حال السوريين، حالة شوق كمان. خلينا تمام نحكي عن هاي تمام الحالة اللي اشتقنا لها، اشتقنا نشوف منتجات بعض، اشتقنا يمكن نتعلم من بعض. أستاذ نذير، يمكن خلية من النحل، خلينا نقول فريق عمل كتير كبير صلوا شهور أو عم يشتغل لافتتاح معرض دمشق الدولي لحتى يكون بهيدي النجاح وبهيدي الضخامة. خلينا نحكي عن الكواليس، كيف تم التحضيرات ليوم الافتتاح، كيف تم يمكن تحضيرات بكامل أرجاء معرض دمشق الدولي. هلا التحضيرات بهذا العام انطلقت تقريبا من العام الماضي، يعني من الدورة الماضية تم التحضيرات. هي الدورة الأصعب كانت العام الماضي لأنه كان في فترة الانقطاع وتحضير الهولات من أول صحيح وجديد والمدينة والبنية التحتية. العام هاد ما كانت أسهل أبدا، ولكن كان الوقت مريح أكثر. كمان كان في مشاركة أعلى، فنفس النتيجة. التحضير كان قسمين ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسة المعارض. القطاع الخاص اللي كان هو يعني تميز العرض لكافة القطاعات، منها الجناح الغذائي، النسيجي، الهندسي، الكيميائي. فأعطى وضيوف أكثر كان من خارج سوريا. عنا تقريبا من حوالي 30 دولة اللي وصلوا لزيارة معرض دمشق الدولي عن طريق لجنة القطاع الخاص من اتحادات، اتحاد غرف التجارة، اتحاد غرف الصناعة، اتحاد المصدرين، من حوالي 30 دولة وصلوا لسوريا ليشوفوا. وإن شاء الله كمان تتوج هاي الزيارات بعقود تصديرية تكون لهي الشركات بوابة لتوصل منتجاتها لكل العالم. مؤسسة المعارض كانت على التنظيم الداخلي والترتيب الأمور. كل مكان هي الحقيقة مثل عملية البازل، يعني كل حدا بمكانه بده يتقن الشيء لتطلع ليتم هاي يتم اللوحة الأخيرة بطريقة كتير حلوة. بالسنة الماضية أو بالدورة الماضية يمكن طالبوا بعض المشاركين من رجال الأعمال أنه يكون لهم أيام مخصصة بعيدا عن الحضور الشعبي للاجتماع ومناقشة بعض الأمور، أخذتوا هالنقطة بالحسبان بهي الدورة؟ العام الماضي كانت موجودة وهذا العام موجود. نحن بشكل يومي هي الأبواب تفتح من الساعة 5 لحد الساعة 11 لكل الزوار. رجال الأعمال والضيوف اللي جايين من خارج سوريا واللي هن بقصد العمل والاطلاع والاجتماع مع الشركات، نعمل لهم دائما توقيت قبل بـ4 ساعات من فتح الأبواب، لحتى اللي جاي بهدف انه يطلع
وما عنده هدف التسوق او ما عنده هدف العمل التجاري، ما حدا بيشوش عليه. فمن الساعة 12 الظهر للساعة 4 تقريبا بيكون في حصة الوفود، يعني لما بيكون عندي وفد جاي من خارج سوريا بيجتمع الوفد كلياته مع بعضه، بنعمل له زيارة بشكل منسق على طريق قبل الاتحادات. الحضور الشعبي. تمام. نعم. هلا هديك السنة يمكن شفنا عجقة كتير كتير كبيرة، وأكيد هاي السنة متوقعين عجقة أكثر. ما بنقبل إلا تكون عجقة. أكيد. خلينا نحكي هاي العجقة كيف رح يتم تنظيمها، يعني مثلا إنه شفنا تم افتتاح سكة قطار بتخص المعرض، حالات التنظيمية بما يخص راحة المواطن السوري عند زيارته لمعرض دمشق الدولي شو هي؟ هلا هو أنت في عندك مفاصل هي اللي بيصير عندها الذروة دائما، أو الأوقات اللي بيصير فيها الإشكاليات بالطرقات، هي كلها تتاخدت بعين الاعتبار. يعني اليوم عجقة السيارات على الطريق اللي كانت موجودة العام الماضي، تم اليوم تهيئة ساحات أكبر، استيعاب أضعاف للسيارات. فاليوم انت لما بوصل انا على الباركينج ما بوقف على الاستراد، فما بعمل هاي العجقه، فبيكون اسرع. عمليه النقل اليوم صار احنا مثلا اضعاف الباصات اللي هي العام رح تكون للنقل كل 30 دقيقه تقريبا. عندنا القطار اللي انضاف هي السنه كمان من محطه القدم رح ينطلق، اكيد رح يكون في شويه عجقه. اكيد لازم اليوم نحن يعني نعلن ثقافة انه ننظم نفسنا، يعني لازم نحن اليوم نحافظ على نظافة مدينتنا، لازم نحن اليوم نقدر ننظم عملية دخولنا، عملية خروجنا. يعني اليوم نحن ما لنا محتاجين مين يفرض علينا هذا التنظيم. صحيح. مزبوط. فان شاء الله اليوم نحن بنشوف عجقة ولكن بطريقه راقيه وكثير حلوه. اكيد. والاستفاده من الاخطاء الماضيه، ضيوف من برا سوريا فلازم يشوفونا باحسن حال. هذا هلا كل المشاهدين عم يسمعوا هذا إن شاء الله. التمني منك. هلا خلينا نسال سؤال، يعني من حكي خلينا نحكي المجتمع او المجتمع الاهلي، فامبارح كان يوم الافتتاح، خلينا نسال مين كان مسؤول عن تنظيم يوم الافتتاح، وليش صارت هالبلبله اللي سمعناها تلطيشات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هلا اول المسؤوله عن التنظيم هي المؤسسه العامه للمعارض. نعم. هي المسؤوله عن عمليه التنظيم لداخل الافتتاح، وفي لجنه خاصه هي بعمليه العروض للافتتاح. ولكن احنا وقت بنسمع البلبله هلا هو ما كثير شيء ما نو صحي. يعني اليوم اول شيء انت ما فيك ترضي الكل، ما فيك تقدمي شيء على مستوى ذوق الكل. فاكيد في ناس كثير حبيت، قرينا على السوشيال ميديا امبارح ناس انتقدت، وفي ناس كثير كمان حبيت. وفي انا 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 بشكل شخصي ما بقول انه ما في اشكالات، ما بقول انه ما عندنا ثغرات، ما عندنا اشكاليات تنظيميه، بس انا بقول دائما انه نحن بحاله نصر، بحاله عرس كبير. خلينا نحن مشاكلنا بالبيت الداخلي دائما نحلها بطريقتنا، نوشوش بعض انه في عندنا اشكاليه، او يكون النقد بناء شويه. يعني يكون النقد بناء، يؤخذ بعين الاعتبار ايضا من الجهه. يعني في 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 اشياء اليوم هذا رايي الشخصي، يعني اليوم انا لما انا بشوف عندي اشكاليه بموضوع افتتاح او اشكاليه بموضوع دولي، تمام، انا عندي حضور دولي واليوم عالم جاي لعندي، فانا اليوم انا هي الناس جاي ضيفه لعندي، فانا ما بقول ليش فلان جاي من برا قاعد بالمقعد الاول، ما هن ضيوفنا، فنحن لازم نحن نكرمهم ونهتم فيهم، هن ضيوف سوريا. الشيء الثاني انا لما بيكون عندي اي اشكاليه بموضوع الدخول او الخروج او حتى الاعلام، يعني انا اليوم كاعلام شو وظيفتي بافتتاح معرض دمشق الدولي؟ عفوا، انا اليوم وظيفتي اني اجي على معرض دمشق الدولي لا ضوي على هذا الافتتاح وعلى هذا النصر ليوصل للعالم. اكيد استاذ نزيل، نحن بنكمل بهذا الموضوع لكن نروح على استديوهات الاخباريه السوريه لننتقل لموجز لاهم الانباء مع زميلتنا علا ابو خضري. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم واخر الانباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم.
دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مستودع أسلحة وذخيرة ومقرات قيادة لإرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالية. وحدة من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية على تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدمير مقرات قيادة ومستودع أسلحة وذخيرة في بلدة التمانعة، إضافة إلى معسكر تدريب للمجموعات الإرهابية في قرية تلعاس بالريف ذاته. كما نفذت رمايات مدفعية على أوكار ونقاط محصنة للإرهابيين في محيط بلدة كفرزيتا بريف حما الشمالي، أدت إلى تدمير مغارة كان الإرهابيون يستخدمونها مشفى ميدانيا لعلاج الإرهابيين. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن حديث البعض عن أسلحة كيميائية مضلل وغير مسؤول، ولم تعد هناك أسلحة كيميائية في سوريا بعد أن دمرت منظمة الأسلحة الكيميائية مخزون سوريا من تلك الأسلحة. هذا وأضاف الجعفري أن حكومات دول دائمة العضوية في المجلس باتت أطرافا غير مؤهلة سياسيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا للدفاع عن السلم والأمن الدوليين. وأشار الجعفري إلى أن سوريا تخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم، ولن تخضع لابتزاز سياسي ولا لتهديدات بالعدوان العسكري المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن أن ما يشاع عن احتفاظ سوريا بأسلحة كيميائية لا أساس له من الصحة، وأن منظمة الأسلحة الكيميائية دمرت مخزون سوريا من تلك الأسلحة. هذا وأشار نيبينزيا إلى أن التنظيمات الإرهابية هي من استخدم أسلحة كيميائية في سوريا لتبرير التدخلات الخارجية في البلاد، مضيفا أن منظمة ما تسمى الخوض البيضاء تساعد التنظيمات الإرهابية في التحضير لسيناريوهات هجمات كيميائية في سوريا. يعقد قادة الدول الضامنة لمسار أستانا روسيا إيران وتركيا قمة ثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران حول الوضع في سوريا ولا سيما في محافظة إدلب. ويبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب أردوغان خلال قمتهم بشكل خاص الوضع في إدلب ومسألة فبركة تمثيليات استخدام الكيمياء فيها من قبل التنظيمات الإرهابية، كما تركز القمة على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا. في خبرنا الأخير، توفي عدد من العراقيين وأصيب آخرون واندلعت حرائق في عدة مقرات حزبية، وذلك في المظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة جنوب العراق. مصدر أمني قال إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في مظاهرات البصرة، مبينا أن من بين هذه الحالات 2 نتيجة حروق و1 نتيجة اختناق. وأضاف أن عددا من مقرات الأحزاب في مناطق عدة من البصرة تعرضت إلى الاحتراق، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عززت من تشكيلاتها لحماية المصارف في البصرة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك زينب. نعم، شكرا لك يا علا من استديوهات الإخبارية. متابعين مشاهدينا بفقرات صباحنا غير أكيد زينب، متابعين مع الأستاذ نزيل حتى نحكي أكثر عن معرض دمشق الدولي بدورته 60، وخلينا هيك نغوص بقلب المعرض ونحكي عن الأجنحة، نحكي عن مشاركات الخارجية، وأيضا نحكي عن المشاركات من المحافظات السورية، قديش يمكن مخصص لهم وقديش لكل حدا له مكان وله مساحة. هلا نحن في عندنا المشاركات الدولية كانت هي شقين، الشق الأول هن المشاركة الرسمية عبر الدول والسفارات، ومشاركة هي عبر الوكالات التجارية. يعني اليوم شركات لها وكالات، عاطية وكالات لسوريا من أي بلد، فهي مشاركة ضمن هذا الجناح الدولي. لنعتبر مثلا الأجنحة السورية
احنا ما عندنا مشاركات المحافظات، يعني ما بنقول احنا هي سوريا بشكل عام، بس احنا خلينا نحكي هيك بالخصوصيه مثلا. بالخصوصيه لك لازم نحكي بالخصوصيه لحلب لا. اذا بدنا نحكي بالخصوصيه فبنتفرج هون حوالينا اللي احنا موجودين هلا بالبيت الريفي. تمام، هيدا البيت الريفي مقسم فيه، يعني عم نقرا كثير قصص. يعني انا هلا عم بشرب عصير طرطوس، عصير طرطوس عندي هنيك انا مثلا مطعم المحميه الفرولو، عندي هون شاورما الشركسية، يعني باب الحارة، يعني كل اليوم لحنا ما فيك تقول هذا الجناح هيك، فينا نقول سوريا يعني بشكل اليوم عام. اليوم اليوم انت عم تشوفي كل الأطياف وكل العالم موجودين بمكان واحد. المهم احنا اليوم وصلنا لمرحلة انه لحنا عم نحتفل لعرس واحد هو نصر سوريا. أكيد. من كل المحافظات السورية، من كافة الأطياف، كل الناس اللي عم تجي كتير مبسوطة، ضيوفنا عم يكتروا سنة عن سنة، العالم اللي عم توصل عم تتفاجأ. يعني اليوم نحن في عنا امبارح كنا عم نشوف وفود عربية موجودة بالافتتاح، من خلال الافتتاح عملوا زيارة لبعض الأجنحة. فاليوم نحن عم ناخد دايما ردة الفعل تبع الوش أو الرياكشن، أنه هاي المنتجات، هاي الديكورات، هاي المشاركات الواسعة بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي نتجت عن 8 سنين حرب. يعني بعد 8 سنين حرب في انبهار يمكن، اي يعني يعني العالم كثير اخذ قديش هذا الشعب السوري شعب خلاق وقادر يتحدى كل الظروف. وحتى احد امبارح سالي قال لي يعني كيف ممكن هيك، قلت له هي موجوده بالجينات. السوري وين ما زرعته بالعالم فهو عم يأسمر. صحيح، فان شاء الله تكون الامور كلياتها بخير ان شاء الله. يا رب هلا عم نعيش بردو مشان اول يوم يكون ما في كثير شوب، يعني كمان الجو عم بيساعد. لي خلينا نحكي كمان، يعني دائما معرض دمشق الدولي مرتبط بذاكره السوريين بالحفلات الفنيه، نحكي عن الجدول الفني لهالدوره. هلا عندنا من تقاليد معرض دمشق الدولي دائما هو المهرجان المرافق والفعاليات المرافقه لايام المعرض. عنا تقريبا 10 ايام، اليوم الاول هو بيكون فيه الافتتاح والعروض الفنيه اللي داخل الافتتاح. اعتبارا من اليوم الثاني اللي هو اليوم الجمعه في عنا حفلات متتاليه بشكل يومي، عروض بتبلش تقريبا من الساعه 8 او 7 المساء للساعه 11 بالليل. منا فرق مشاركه كعروض فلكلوريه وتراثيه من سوريا وخارج سوريا، في عنا نجوم من سوريا وفي عنا نجوم عرب كمان مشاركين. اليوم كان استاذ وليد توفيق هو اللي على المسرح. كل يوم رح يكون في عروض، طبعا الدخول مجاني. خلينا نحافظ على وقفتنا، رتبتنا بالمسرح. شو بدك تقول لكل مين عم يتابعنا اليوم؟ اليوم الاول بدي اقول لهم اهلا وسهلا فيكم وبتنورونا. كل حدا ينظم حاله بحاله، ما في داعي حدا ينظمنا. أكيد نحن أصلاً هيك حلوين بمحبتنا وحلوين أنه هيك نكون عم نشارك بالحفلات وبالأجنحة وعم نتفرج. أستاذ نزير نحن كثير بدنا نتشكرك، شكر لإلك، شكر لكل حدا كان له يد بنجاح هيدا المعرض. أكيد نحن باصمين بالعشرة بنجاحه إن شاء الله. قبل بأول شكراً كثير لكل حدا يمكن تعب وساهم من أجل سوريا من أجل الشام. شكراً كثير لإلك ويعطيكم ألف عافية. شكراً لكم. شكراً لوجودك معنا، وإن شاء الله يكون اليوم يوم حافل وفي كثير من التفاعل من طبعاً السوريين. نتمنى يكون كمان في إقبال كثير كبير. أنا بدي أقول شكراً لدم شهدائنا اللي لولاهم ما وصلنا لهون. يعني كنت سبقتني فيها، كنت بدي أقولها. شكراً لتضحيات أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد. ولكل حدا صمد بسوريا وحافظ على أي حرفة أو صناعة لليوم يعرض المنتج بشكل رسالة حضارية من سوريا لكل العالم. خلينا أكيد. نقول شكرا لوجودك معنا. أكيد.